سل وذوب سل وتفطر وجري الدمع يا غيل من جفني الأحمر. مقهى صغير الحجم وبسيط الشكل تم افتتاحه باسم الفنان يوسف عمر من قبل أحد تلاميذه الذي قرر فتح هذا المقهى كذكرى وكرد جميل لأستاذه فنان المقامات التراثية يوسف عمر. يقوم الأستاذ مربين بالغناء داخل المقهى لجذب أكبر عدد من محبي المقامات العراقية. هاي الفكرة طبعا جيتني أنا كنت قاعد يعني متقاعد من أور الزباك، فكرت قلت أنا عندي شهايد وأنا تلميذ هذا الفنان الكبير، زين ليش ما أفتح؟ ها كنت مفتح لفات كنت أبيع هنا همبرجر وشغلاتي شي غيرتها، قلت ليش ما أسوي قهوة باسم هذا الفنان. ف أول شيء سميته القهوة البغدادية، بعدين فكرت لا، خابرت الفنان حامد السعدي طبعا من بعد يوسف عمر، حاليا يجي حامد السعدي خبير بالمقام ومطرب يعني ماكو أحسن منه حاليا، قلت له أستاذ حامد هيجي راح أسمي القهوة باسم الفنان الكبير يوسف عمر، قال جيد كل زين هاي خوش فكرة واستمر بها. يعني أخذت يعني استشارة من عنده، فبقيت بهاي القهوة وفتحتها أكثر شيء لجل هذا الجيل، هذا الجيل ما يعرفون يوسف عمر منه، ناظم غزالي منه، محمد قبانش منه، مقام شنو، فقلت يعني حي شوية يعني من هذا اللي حسب مقدرتي بها. فأني أفتخر بهاي القهوة وأفتخر باسمه لأنه والي هذا الفنان الرائع كلش معجب بي بصوته وفنه. أغلب رواد هذا المقهى من محبي المقامات العراقية ومحبي الفنان يوسف عمر وفناني عصره، ويضاف إليهم رواد من الشباب والأجيال الحالية. روحي على العفوت يا روحي روحي. المقام العراقي اللي يتمثل به يوسف عمر وكان على رأس القمة مالته، يعني أغانيها هي تراث، فهذا التراث إن شاء الله ما ينسي ما طول موجود، يعني مثل أبو فواز يقرأ بأي مكان كان تتوفر إلى المكان والهذي يقرأ، فالجيل سيتقبل. احنا بالبدايه اول ما بدينا بهاي القهوه يعني ناس كبار بالعمر كانوا يجون، وبعدين لا قاموا يجون شباب ومن شباب، فبنفس الوقت ابو فواز يعلمهم يذكرهم بالمقام بتاريخ المقام باغاني يوسف عمر القبنشي الشالغي البغدادي، فنجي احنا يوميا عندنا امسيه العصر هنا. والله هاي القهوه هي صارت يعني وحيده من نوعها، يعني صارت لنا فد متنفس، احنا نحب المقام ومتعلقين بالاغاني القديمه، فنجي هنا هم نسمع الاستاذ ماربن هو احد تلاميذ يوسف عمر، فيغني وياه صوته طيب عذب، يجيد المقام يجيد انواع المقام، فاحنا يعني نجي متنفس الوحيد عندنا هنا، نقضي لنا ساعتين ثلاثه نسمع الاغاني الطيبه، نرجع على ايام زمان هي ولو الذكريات باقيه عندنا، فنرجع لها شوية نتنتن وياه نغني وياه ونقضي لنا ساعتين زمان ونقوم ونروح لبيتنا. ربما يكون شكل هذا المقهى بسيط، ولكن لا نستطيع الإنكار أن قيمته كبيرة جدا بالنسبة للكثير من رواده. يكون لاستكان الشاي نكهة مميزة مع صوت فنان المقامات التراثية والأجواء الليلية برفقة الأصدقاء وغناء الزمن الجميل. لقناة صلاح الدين الفضائية شاهي حمو أربيل.